بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، نقدم لكم آخر المستجدات الوبائية لانتشار فيروس السارس كوف 2 في بلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت على المستوى الوطني 1567 حالة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى هذا الوقت متجاوزا 60,000 حالة ب 56. يعني مجموع ديال الحالات اللي سجلنا اليوم هو 60,056 حالة، بمعدل إصابة تراكمي يساوي 165.4 لكل 100,000 نسمة. على أن هذا المعدل، معدل الإصابة في 24 ساعة الأخيرة، بلغ 4.3 لكل 100,000 نسمة. وتفصيلا، فإن الحالات 1567 المسجلة في 24 ساعة الأخيرة سجلت حسب جهات وأقاليم وعمالة المملكة كما يلي: جهة الدار البيضاء سطات، المركز الأول ب 609 ديال الحالات، من بينهم 514 حالة بالدار البيضاء الكبرى، يعني ثلث الحالات تقريبا بالدار البيضاء الكبرى 514، 35 حالة بالنواصر، 22 بسطات، 16 بمديونة، 8 ببرشيد، 7 بالمحمدية، 6 بالجديدة، وحالة واحدة بسيدي بنور. في المركز الثاني مراكش أسفي، 349 حالة، من بينها 200 حالة بمراكش، 57 بقلعة الصراغنة، 41 بأسفي، 24 بالرحامنة، 20 بالصويرة، 6 بشيشاوة، وحالة واحدة باليوسفية. جهة الرباط سلا القنيطرة، في المركز الثالث 132 حالة، 49 حالة بسلا، 29 بالقنيطرة، 23 بالرباط، 15 بالصخيرة التمارة، و8 حالات بكل من سيدي قاسم والخميسات. جهة فاس مكناس 122 حالة، 57 حالة بفاس، 34 بمكناس، 11 بتازة، 6 بكل من إفران وتونات، 5 ببولمان، 2 ديال الحالات بالحاجب، وحالة واحدة بصفرو. جهة طنجة تطوان الحسيمة 112 حالة، من بينها 69 حالة بطنجة، 17 بتطوان، 12 بالحسيمة، 8 بالمضيق الفنيدق، 5 الحالات بالعرائش، وحالة واحدة بشفشاون. جهة درعا تافيلالت 95 حالة، 47 بالراشيدية، 24 بورزازات، 15 بميدلت، 8 بتنغير، وحالة واحدة بزاكورا. جهة بني ملال الخنيفرة 49 حالة، 14 بأزيلال، 13 حالة بخنيفرة، 11 بباني ملال، 9 بخريبكة، وحالتان بالفقيه بن صالح. جهة سوس ماسة 34 حالة، عفوا 27 بأكادير الدوتنان، 6 بإنزكان أيت ملول، وحالة واحدة بتزنيت. جهة الشرق 24 حالة، 15 بوجدة أنقاد، و9 بالناظور. جهة الداخلة والدهب 21 حالة، كلها بمدينة الداخلة. جهة العيون الساقية الحمراء 19 حالة، 12 حالة بإقليم السمارة، 5 بطرفايا، وحالتان بالعيون. وأخيرا جهة قلميم ودنون، حالة واحدة بإقليم طنطا. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي المفصل ديال الحالات 1567 اللي خلاو ان معدل الاصابه التراكمي في المغرب يوصل ل 165.4 لكل 100,000 نسمه، علما بان
المعدل العالمي يساوي إلى حدود قبيل قليل 321 لكل 100,000 نسمة. في مقابل ذلك تم استثناء 20,852 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع مجموع وإجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1,830,908 ديال الحالات المستبعدة. للأسف الشديد سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة 26 حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1,078 حالة وفاة، وبالتالي فإن معدل الفتك ما زال مستقرا منذ بضع أيام في 1.8%، علما بأن المعدل العالمي يساوي 3.4%. حالات الوفيات 26 سجلت بكل من الدار البيضاء الكبرى 8 حالات وفاة، مراكش 5 حالات وفاة، فاس 4 حالات وفيات، الراشدية والحاجب حالتي وفاة في كل إقليم، وحالة وفاة بكل من سطات، سيدي سليمان، إنزكان، أيت ملول، مكناس وإفران. بالنسبة لحالات التعافي، سجلنا ولله الحمد في 24 ساعة الأخيرة 1,569 حالة تعافي تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى حدود هذا الوقت في المغرب من فيروس سارس كوف 2 إلى 44,618، أي بنسبة تعافي تساوي 74.3%، علما أن المعدل العالمي يساوي 69.5%. ومنه فإن الحالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة وبالمنازل كذلك بالنسبة للحالات التي تتوفر فيها شروط معينة، هذه الحالات النشطة تساوي قبيل قليل 14,360 حالة نشطة، أي بمعدل 39.5 لكل 100,000 نسمة، علما أن المعدل العالمي للحالات النشطة في قبيل قليل كان هو 87 لكل 100,000 نسمة على الصعيد العالمي. طبعا فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للحالات النشطة لم يطرأ عليه تغيير، هناك تغييرات من حيث الأعداد، لكن فيما يتعلق بترتيب الجهات فهو نفس الترتيب، مع العلم دائما بانه كاينين جوج ديال الجهات هما اللي فيهم اقل عدد من الحالات النشطه، هما جهه العيون الساقيه الحمراء 63 حاله نشطه، وجهه قلميم ودمنون 54 حاله نشطه. نختم بالحالات الخطيره او الحرجه والتي بلغ عددها قبيل قليل 198 حاله خطيره او حرجه، من بينها 41 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. هذه 41 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي موجودة بكل من جهة الدار البيضاء 16 18 حالة، جهة مراكش أسافي 7 ديال الحالات، جهة فاس مكناس 9 ديال الحالات، جهة الرباط سهل القنيطرة 3 حالات، جهة طنجة تطوان الحسيمة حالتين، وحالة واحدة بكل من جهة درعة فيلالت وجهة الشرق. كان هذا آخر معطل تبادل معكم في هذه الندوة الصحفية اليومية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.